وفي صحيفة القدس العربي أيضا: الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا. أسقط الجيش الأمريكي السبت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام وفق ما أفادت وسائل أعلام محلية. وأورد شبكة أعلام أمريكية أن المنطاد الذي يقدر البنتاغون أنه مخصص لأغراض التجسس أسقطه الجيش الأمريكي قبالة السواحل الشرقية للولايات المتحدة. قبيل ذلك أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكي تعليق الحركة الجوية في 3 مطارات في جنوب شرقي الولايات المتحدة ضمن إجراءات تتعلق بالأمن القومي. ومن جهة ثانية، هنأ الرئيس جو بايدن الجيش بنجاحه في إسقاط المنطاد، وقال للصحفيين في ماريلاند: لقد نجحوا في إسقاطه وأريد أن أثني على طيارين الذين فعلوا ذلك. وأكد بايدن في وقت سابق من يوم السبت أن الولايات المتحدة ستتولى أمر المنطاد من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. ثم في وقت مبكر بعد الظهر اكتفى بايدن بإظهار إبهامه للأعلى ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيصدر الأمر بإسقاط المنطاد الصيني.